البحرين تحولت في اليوم الأول لدخول ثورتها عامها السابع إلى ساحة حرب بين رجال المقاومة البحرانية وبين مرتزقة عائلة آل خليفة الأوباش المستوردين الذين يزهقون أرواح البحرانيين مقابل حفنة من المال الذي يهبه لهم أسيادهم الخليفيين المجرمين. البحرانيون أحيوا الذكرى السادسة لثورة الرابع عشر من فبراير بتنظيم المظاهرات وبالعصيان المدني الذي عم مختلف القرى والبلدات التي دارت فيها مواجهات حامية الوطيس مع مرتزقة آل خليفة الجبانة والمدججة بأسلحة البغي والعدوان التي أطلقت نيران غازاتها السامة والانشطارية على المقاومين في العديد من البلدات. الشوارع والمحلات أغلقت أبوابها في بلدتي المصلى وجد حفص التي دارت فيهما اشتباكات مع القوات الخليفية أقدمت إثرها ميليشياتها على اعتقال عدد من الأطفال. التظاهرات الغاضبة عمت عاصمة الثورة سترة التي شهدت ليلة غضب عارم اشتبك فيها المقاومون الأبطال مع مرتزقة آل خليفة إثر قمع التظاهرات التي خرجت في الجزيرة. مسيرات الجولة الثالثة من العصيان المدني طافت أرجاء بلدات السنابس، مقابة، سند، عالي، النبيه صالح والبلاد القديم. وفي جبلة حبشي طافت مسيرة تخليدا لشهيد الثورة حسين الجزيري فيما اهتزت البلدة على صوت انفجار بمناسبة الذكرى السادسة للثورة. حراك ثوري حمل العديد من الرسائل الداخلية والخارجية وأولها أن الشعب ماض في ثورته ولا يتراجع برغم وحشية النظام الخليفي المدعوم من الخارج. وأما الرسالة الثانية فهي للمرجفين والمثبطين والمتخاذلين الذين يشككون بقدرات هذا الشعب الذي سطر ملحمة أسطورية بدخوله عاما سابعا من ثورة لا تعرف التراجع ولا الاستكانة.